أفرح عشان أنت وسطينا ولا أحزن على اللي وصلنا له. إحنا كنا نبقى موجوعين أكتر لو أنت كنت بعدت عننا. المهم تقول لنا اللي في دماغك، بتفكر في إيه وهتتصرف إزاي؟ أنا عارف إن أنا سببت لكم في محنة كبيرة رغم الخلافات اللي بينا. أنتوا وقفتوا جنبي
خذلتنيش. وزات انت مستورة، كان ممكن تحمينا من كل ده يا عمار، كان في ايدك انه ما يحصلش. بس ما فيش لزوم للكلام ده دلوقتي يا ماما، احنا خسرنا كل حاجة. الوحيدة اللي كسبت هي دنيا غازي وانا عمها سامي. احنا هنعيش منين يا بابا؟ احنا خلاص مبقاش معانا فلوس. اخر فلوس كانت معاك دفعتها عشان تخرج من السجن. احنا ما بقاش معانا حتى مصروف البيت، ما بقاش معانا اللي اكلنا لاولادك. انا ممكن اكون غلط، بس مش المفروض انتوا تغلطوا. ساعدوني واستحملوا. نبدأ من الصفر، احنا اللي عملنا المصنع، الفلوس اللي راحت نقدر نعملها تاني. انا مر عليا في حياتي محن قلعان من دي، المحنة وهي جاية عليا بفرح لانها بتقويني، والمحنة اللي انتوا فيها معايا لازم تقوينا. عشان تقوى تاني يا عمار لازم تحط ايدك في ايد اخواتك، وبالذات عبد الغني. انا احط ايدي في ايد اخواتي كلهم الا عبد الغني، هو السبب في كل اللي حصل لي. لا يا بابا ما تغلطش نفسك، انت اتاكدت ان عيله غازي هي السبب، وعمرك ما هتقدر تقف قصادهم لوحدك. انا مش لوحدي، انا معايا عم مجاهد ساعدني وهيساعدني تاني. اوعى تغلط تاني يا عمار، احنا مش هنستحمل. انا اتضربت ضربه مش هتضرب التانية ابدا، فانا مش هروح له. هو لازم يجي لغاية عندي ويعتذر لي كمان. يا عبد الغني اعقل، ابنك متجوز بنته، يعني لازم في يوم من الايام هتقعدوا مع بعض، انتوا لازم تصفوا اللي بينكم. هو اللي اتحداني في الاول، كان لازم يعرف مقامه. وعشان تعرفه مقامه يا بابا انت اللي بتدفع تمن، مش عارفين هتفضل تدفعه لحد امتى. انكل عمار خرج من السجن، يعني لازم على الأقل تسلم عليه، ولازم كمان تسأل على أنكل عايش، هو أكيد دلوقتي محتاج حد جنبه. أنا عايش تكوم وكل إخواتي كوم تاني، كان عامل علينا أستاذ بيفهم إنه كشف كله محدش كشفه، طلع أكتر واحد اتأذى فينا. عشان كده لازم تودوه للدكتور، أخوك ممكن يموت. ما يبقاش قلبك قاسي للدرجة دي، بالرغم انه ما يستاهلش، لكن انا عايز اساعده. لكن ايش عرفنا علاجه ده فين؟ في امريكا. اسافر امريكا؟ لا مش هينفع. ما انت ما عندكش مكان تاني تروح له، وده الدكتور الوحيد اللي تبع المؤسسة في امريكا اللي عنده مصل مضاد للحقن دي. أرجوك مسيو عايش، أنا عملت اتصالاتي وحجزت عند الدكتور واديت له فكرة كاملة عن الموضوع. أنا تعبتك معايا الكام يوم اللي فاتوا دول يا ماجي، أنا بشكرك جدا. ما تشكرنيش مسيو عايش، أنا ضميري ما يسمح ليش إن إنسان يتأذي قدام عناية وأنا واقفة ساكتة. أنا عارف إن هما كانوا بيلفوا عليك عشان مصالحهم والأرض، إنما توصل للجريمة البشعة دي أنا ما أقبلش. أنا طلعت لك الفيزا وادي الباسبور بتاع حضرتك، وده عنوان الدكتور والفندق اللي حجزت لك فيه، والتذكرة هجيبها لك المرة الجاية. وأنا المفروض أسافر أمريكا إمتى؟ فورا، بس خلي بالك السفرية دي محتاجة منك فلوس كتير قوي. أنا أسفة، أنا كان ممكن أساعدك بس أنا موظفة على قدي. اه عارف، بتاخدي 9000 جنيه في الشهر. مسيو عايش، انا هجيب لك التذكره بكره او بعده. اي خدمه تانيه مسيو عايش؟ سلمي لي على الحمار. الحمار مات.
كله بيترد، مفيش حاجة دايمة. بس حضرتك لازم تتدخل وتصالح أبويا وأنكل عمار. التصليح بين أعمامك مش سهل وماهوش وقته، كل واحد فيهم خد ضربة وكش كشف جحره. أنا شايف فيكم أولاد إنكم مش زيهم، شايف فيكم نخوة وكرامة، شايف فيكم خوف على عيلة منافع. لو تقدر ترجع اللي خدته دنيا غازي، احنا اللي هنتولاه وهنحافظ عليه. انت قلت لنا تقدر، وانا وسيف مستعدين نساعدك. لاني متاكد ان الكبار مش هيقدروا يعملوا حاجه. انا خدت الخطوه، بعت لها رساله، اذا ما ردتش عليها هحتاجكم معايا عشان ارد لها الالم. الامين السكه دي مش صح، وهتخسر بيها كل حاجة، هتخسر بيها الإنسانة الوحيدة اللي بقيالك زي ما بتقول. بس مش عايزة تقلق عليها، مش عايزة تبقى قلقانة، خصوصا انها سافرت وهي زعلانة مني. أخدني انت مش قادر تفهمه. بصراحة انا قلت لها كل حاجة، فأكيد هي دلوقتي قلقانة عليك أكتر. لازم تتكلمها حالا وتنفذ لها رغبتها انها تطلع لك امريكا من اسبانيا. ايوه بس انا خايف اعطلها عن شغلها. ولا هتعطلها يا سيدي ولا حاجه، دي رغبتها، عايزه تبقى جنبك تتابع حالتك، ولو طمنت عليك هترجع تاني اسبانيا تخلص شغلها وبعدين تنزل مصر. انا نفسي ولا تبقى معايا هناك، نفسي تبقى جنبي، بس خايف اتعب ولا يجرى لي حاجه تحتاس بيا. ولا هتحتاس ولا حاجه، هتحطك في صندوق وشحن. هقول لك ايه بس يا سيدي، انت هترجع زي الجن. انا هطلبها لك دلوقتي علشان تكلمها وتحدد معاها ميعاد وصولك وعنوانك. الو، ايوه ولاء، ازيك يا بنتي؟ كويسه؟ عايش؟ عايش معاك اهو. حبيبتي. حبيبي احمد. ولما الامم يا منتهى بتصل الى اسفل المنحنى بتبقى دي اشاره، اشاره بالصعود. معايا يا منتهى؟ ولما المجتمعات بتصل الى منتهى الفساد والقهر والظلم بتبدا البحث عن الحريات. لا قصدي الديمقراطيه. كويس انك متابعاني. عيلة منافع بقى وصلت الى اسفل اسفل المنحنى. عبد الغني ما بقاش غني، عمار وعجب بقى افقر مننا. وانا خسرت كتابي واندلسها، وعايش خد حقنه علشان مزاجه، وقاعد دلوقتي يقول لا ايوه لا لا، وانف لا، كان لازم كلنا نقول لا وما نقولش لا. مش قادره. لا لازم تقدري، لازم كلنا نقدر علشان نلحق رحلة الصعود. يعني انت موافقاني؟ بتزعقي ليه؟ ما انا سامعك. لازم نلحق يا عرفان. ايوه لازم كلنا نلحق، لازم كلنا نلحق بعض، كلنا نشيل بعض. شيلني وديني المستشفى. ايه ده؟ يعني انت ما كنتش بتقولي موافقاني؟ مسافر وانا مطمن. انا شفتكم متجمعين، هي دي عيلة منافع، عيلة منافع بتاعت زمان. احنا صحيح دلوقتي خسرنا كل حاجة، بس مكسبنا الوحيد ان احنا ما نتفرقش تاني. سافر بالسلامة يا اخوي، ما نفترقش عن بعض ابدا. شاكر، شاكر يا هود، شاكر ليكوا كلكوا، انتوا
ساعدتوني بمبلغ كبير قوي عشان اسافر. وانا عايش، انا واحد من العيله، انا لازم اسافر. خلي دول في ايدك، المهم انك ترجع لنا بصحتك وبعقلك. شاكر، خلي بالك من اخواتي علويا وعقوب. خد يا خال، ده كل اللي حوشته. لا يا حبيبي، خليها معاك. انت محتاج تعمل العملية وشيل اللوز، ده عملية سهلة. انا مش عايز اشيل اللوز بس، انا عايز اشيل مرارتي اللي اتفجعت منكم. يا ساتر يا ساتر. وامسك دول مني يا خال، ما تكسفنيش. شكر. خد الفلوس دي، انا مش محتاجاهم، بدي جيوبي فاضية زي جيوب خلاني. يا حبيبي 150 جنيه ده مبلغ كبير. عهود، أسامة لازم يعمل عملية بسرعة قبل ما حالته تسوق. إن شاء الله يا عيس، لما يجي لي فلوس. إن شاء الله. جات لك الفلوس، خدي. خلي ال 150 جنيه هتديهم لعم نجاتي. لازم يعمل عملية بسرعة. وأنت يا عبد الغني. وأنت يا عمار. كفاية. انتوا خسرتوا كتير، لازم تكسبوا ولادكم، لازم ولادكم ثروة ووعد تعملوا لهم فرح وتباركوهم. الكلام ده لا يمكن يحصل ابدا، لا يمكن يحصل غير لما عمار يرجع الاوراق والمسندات بتاع المصنع بتوع اللي سرقهم. يا عبد الغني يا عبد الغني، مصنعك كله اتسرق، بتدور على سجلات وورق. عبد الغني، قطيعة بيني وبينك ابدية. بلاش بلاش بلاش، احنا كنا كويسين، بلاش خناق. اهدوا اهدوا. شوف وشك بخير يا عم جاد. انا مقهور منك قوي يا عايش. معلش انا حاولت يا عم جاد. سلمت نفسك يا عايش، انما عائلة منافع فيها رجالة. الانتقام من عائلة غازي هيكون ابشع من اي تصور لاي انسان فيكم. كفاية بقى يا عم كفاية، احنا مش محتاجين انتقام، احنا محتاجين نبني. وازاي نبني من غير ما نرد اعتبارنا؟ احنا قدها وقدود، وحنقدر نعمل اللي انتوا ما قدرتوش تعملوه. انتوا ناويين على ايه؟ احنا مش ناقصين يحصل لكم انتوا كمان حاجه. احنا مش عايزين مشاكل يا عم مجاهد، مش عايزين انتقام، احنا عايزين بس اللي انكسر فينا يتصلح. وانا موافق، انا موافق ان احنا نقفل على نفسنا بابنا ونشتغل من جديد. قبل ما نقفل على نفسنا نقفل عليهم الابواب، يظهر ان مفيش حد فيكم حامي غير عمار. بلاش يا عم مجاهد، اتصرف لوحدك. احنا مفيش في دماغنا فكرة الانتقام، ممكن تجيب لك وتجيب لنا مشاكل. اشوف وشكم بخير. عايش، خد المصحف ده يا ابن خالتي، انا مخططه لك تحت ايات كده، اقراها قبل ما تنام. شكرا يا نجم. وازازة كولونيا دي عارفها؟ خليها معاك يا بابا. امال فين عرفان؟ يا اخواتي يا ولاد عيلة منافع. عرفان، كنت هزعل قوي لو ما شفتكش قبل ما اسافر، ايه اللي اخرك؟ بارك لي عايش، باركولي يا اخواتي، انا جبت امير. الف مبروك الف مبروك يا عرفان، جبت امير ولزقت بيه؟ لا مش اللي بيلزق، جبت امير اللي هيبقى أمل عيلة منافع. منتهى، جابت أمير. مبروك مبروك يا عرفان يا أخوي. الله يبارك فيك يا أخوي. معلش عشان معايا الطيارة، أشوف وشك بخير. هترجع يا عيش إن شاء الله، هتسافر تتعالج وهترجع أحسن من الأول. خد امسك كتابي، خليه معاك في سفريتك. لا أنا أريده. لا يا عايش،
ما انا عملت فيه تعديلات حسب المستجدات العالميه الجديده وسميته واندلسه والضربه القاضيه. ماشي. لا خليه معاك بس هيفيدك صدقني. خد يا حبيبي. السلام عليكم. سلام. سلام يا ولاد. لعب عيال. جواب تهديد احمق. واللي كاتبه واحد مجنون. ده مش مجنون. ده اسمه مجاهد منافع. عم عايش واخواته. وماله؟ ده طالب يدفع اي مبلغ مقابل انه يسترد مصانع اولاد اخوه وارضهم ال 700 فدان. يا اما هيرد علينا رد قاسي. يا دنيا انت واخده الموضوع ده باستهتار. ممكن يكون عارف حكايه الحقنه اللي خدها عايش وناويين ينتقموا منك بجد. I don't think so. They gave up. ما بقاش فيهم نفس. دول بيتفقوا مع بعض هيعملوا شركه كبيره وعمهم مجاهد ده غني قوي ومعاه كتير. ده غير نجاتي. نجاتي جوز اختهم علويه. لو ده حصل انا ما عنديش اي مشكله. انا اول واحده اتعامل معاهم. تاني يا دنيا تاني؟ انت ما حرمتيش. وحرم ليه؟ انا ما خسرتش حاجه. انا كسبت واتاكدت بعد قرصه الودن اللي هم خدوها هيبداوا يشتغلوا صح. افهم من كده انك ناويه تتعاملي معهم تاني؟ انا اتعامل مع الشيطان. المهم الشيطان هيدفع لي ايه. يا حبيبي يحصل لك كل ده وانا بعيد عنك. كل ده تخبيه عليا. خبيته عليك لاني كنت مكشوف منك. انما دلوقتي انا حكيت لك كل حاجه. كان لازم تقولي عايش. كان لازم تقولي. كان لازم اعرف الاذيه اللي اذيتها لك دنيا عشان ما كنت سافرت. كنت روحت انا وقتلتها. يا حبيبتي يا حبيبتي انا ماليش غيرك دلوقتي. عارفه اول مره في حياتي اتمنى ما يجريش حاجه عشان باقي عمري أعيش أسعدك فيه. هنروح للدكتور وهنطمن إن شاء الله ربنا هيلطف. مش عشانك، عشاني أنا. أمريكا دي كبيرة أوي. أم العالم. كان نفسي قوي اشوف تمثال الحريه. هتشوفه يا حبيبي. عارفه في كتاب اخويا عرفان كاتب معلومه فيه كتير من الناس ما يعرفوهاش. يعني تمثال الحريه ده اللي عملته فرنسا عشان يجي يتحط في مصر هديه. يعني الامريكان بقى لفوا وراحوا خدوه عشان يتحط في بلادهم. يا خساره. يعني رمز الحريه ده كان هيبقى عندنا. مش مهم ولا الرمز ده يبقى فين، المهم الحرية نفسها. وممكن قوي التمثال ده يبقى في مكان يحرج أهله. استنى استنى، أنت جايب معاك كتاب وأندلسة؟ هو إحنا عندنا وقت؟ دول هم 5 أيام اللي أنا قعدتهم معاك. عايزين نعمل فيهم كل حاجة. أنا ما صدقت أحس لأول مرة إنك ملكي أنا لوحدي. وأنا أول مرة أحس إن عايش ملوش أي قيمة من غير ولاد. أنا مش هسمح أبداً إن دنيا قلبها يرق ويلين العيال دول. إزاي دنيا ما هدتش منهم موقف بعد رسالة التهديد اللي بعتها لها عمون؟ خدتها باستخفاف لأنها مجرد حبر على ورق. لكن لو التهديد اللي فيها حقيقي هيبقى رد فعلها إيه؟
كانت تقتلهم وتخلص منهم واحد واحد. مظبوط. المهم التهديد اللي في الرسالة ايه؟ وهل عمهم ده هينفذ ولا لا؟ التهديد مش متحدد، ويتنفذ ولا لا احنا لا قرار. تقصدي ايه مستر سامي؟ يعني لو انا حددت نوع التهديد ونفذته اكيد هتتأكد انهم هم. الحقيقة شرك لسه مش واضح يا سامي بيه. يعني لو العنبرين المهمين في مصنع الدنيا اتحرقوا هتتوجع قوي وكرامتها هتاخدها. بس ممكن دنيا هانم تكشفك وتبقى مصيبة. ما هو مش أنا اللي هنفذ، إلا هينفذ مجاهد منافع عمهم برضو. أمال أنت هتعمل إيه؟ هساعده، هبعت له راجل من رجال الدنيا يرسم له الخطة ويخليه ياخد القرار بتكميل العنبرين. وبكده مش ممكن دنيا هانم تشك في أي قد إيه قلة منافع. طبعا، لأننا هنرمي دلائل كتيرة تشير إليهم واحد واحد، ولو حلفوا على المية تجمد إنهم ما عملوهاش محدش هيصدقهم. طب هتبعت له مين من رجال الدنيا؟ واحد سمته كرش وزعين هيبيعها ويبيع عيلة غازي كلها علشان خاطر عيون عيلة منافع. واحد مش متعود على المشي ده، الواحد بيمشي بالمشاوير. هدخل حاجة قلت وحصلها. الو عهود، انا عايش اخوك يا حبيبتي. ازيك؟ انا الحمد لله الحمد لله ونعمه بالله. ايوه يا اختي، انا بقالي 3 ايام بروح للدكتور. هو مطمني لغايه دلوقتي. بدات اخد العلاج. اخباركم ايه كلكم؟ وحشتوني. امريكا؟ امريكا جميله، الواحد ما كانش متخيلها ابدا كده. طبعا طبعا، صورت اماكن كتير بكل تفاصيلها. بقولك ايه، اخبار عمليه اسامه ايه؟ العمليه دي لازم تتم فورا. This operation must quickly be done. أخبار أيمن وخلود؟ And what about أيمن خلود؟ طيب سلميني على الجماعة كلهم. طبعا هتصل بيكم تاني لما يبقى في جديد. لا إله إلا الله. اطمنت عليهم في مصر؟ الحمد لله كلهم بخير. أنا اللي فرحانة قوي يا عايش إن اطمنت عليك، كلام الدكتور طمني جدا. ايوه بس الدكتور طالب ان انا استنى في امريكا هنا كمان اسبوعين. ما انت لازم تكمل كورس العلاج، مش عايزين دلع بقى، وهي فرصه تتفسح لك كام يوم قبل ما تتسجن. انا نفسي اتسجن من دلوقتي. ما تستعجلش، اول ما هتنزل مصر هكون محضره لك كل حاجه. المره دي ما حدش هيقدر يشغلك عني، هنتجوز واسكنك على طول. فين دي بلدي؟ للأسف في مصر، بس هنجيبهم ده. طب وانت لازم ترجعي اسبانيا النهاردة؟ لازم يا حبيبي، بس لو ما كنتش اطمنت عليك ما كنت سبتك أبدا. ويلا بقى بلاش كسل، نتغدى وننزل نشتري بقية الحاجة لولاد اخواتك. أيوة، وبالذات الواد أمير بن عرفان. يلا بينا.
وليه أنا بالذات؟ لأن وأنا في مكتب دنيا هانم سمعت كلام عن تهديدك ليها. وانت ايه اللي يهمك في موضوع زي ده؟ انتوا اكيد مستغربين ازاي انا من رجال الدنيا غازي وجاي اتفق معاكم عليها. بصراحة مستغربين. لما كبير يتكلم تسكتوا. اتكلم يا اخي جميل. انا رغم خدمتي في مصنع دنيا هانم سنين طويلة انما شفت المر وشفت ظلمها لناس كتير، وانا مفيش في ايدي حاجة عشان احوش الظلم ده. مستعد احط ايدي في ايد اي انسان ينتقم منها واشفي غليلي. بس طبعا ينوبني حاجة عيش منها، انا بشوف ملايين وباخد ملاليم. وإيه اللي تقدر تقدمه لنا أخي جميل؟ مفتاح المصنع في جيبي من بالليل لحد الفجر، ومستعد أسهل لأي حد يدخل فيه يعمل ما بداله. بس أنا بعيد عن الموضوع ده. أنا هدي لك كل اللي انت عايزه ورجالتي هم اللي هينفذوا. قول لي بقى إيه خطتك؟ أيوة يا عهود، أيوة يا أختي، يعني اطمن أسامة عمل عمليته خلاص؟ تمت بحمد الله؟ الحمد لله. لا أنا لسه، والله لسه أخباري مش مؤكدة. أصل احتمال أعمل عملية كبيرة هنا في أمريكا، ده احتمال. بس هبقى محتاج فلوس كتير. طيب عرفان الدهولي. يا جبرتي، ازيك عرفان يا اخويا؟ ازيك؟ وازاي الجماعه؟ وازاي الامير؟ طبعا ده اميري واميرك وامرنا كلنا. اسامه عمل عمليته خلاص؟ اسامه has just done his operation. تمت بحمد الله؟ الحمد لله. The operation is done بحمد الله. Thanks to Allah. يبدو أنه يتكلم عن أسامة بن لادن. إنه عمل عملية وتمت. He is talking about أسامة بن لادن. That he's done the operation. احتمال أعمل عملية كبيرة هنا في أمريكا. I may do a great operation here in America. Bastard! بس حبا محتاج فلوس كتير. I'm gonna need money. وإزاي الجماعة؟ اشرح له اللي كلمة جماعة دي اصطلاح التنظيم. It means the organization. وإزاي الأمير؟ طبعا ده أميري وأميرك وأميرنا كلنا. الأمير ده اصطلاح التنظيم، يعني أمير المجموعة، القائد. Prince is a code for the organization. It means a big boss. طبعا هي دي القاعدة مش الاستثناء. انتظر، انتبه لهذه الكلمة، تنظيم القاعدة. القاعدة is the organization. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي الإشارة بتاعتهم. This is their sign. وانتو انتو كنتوا فين؟ كنتوا نايمين على ودانكو؟ كنتوا مغمضين؟ أنا حصرتك يا دنيا من العيال دول. أنا هخلي العيال دول يفتكروا تاريخ اليوم ده ما ينسوهوش. أنا هخلي اليوم ده يسود عيشتهم ويرميهم في السجون. أنا دنيا غازي يتحرق لي أكبر عنبرين في مصنعي. أنا طول عمري رأيي فيهم إنهم شوية رعاع بيهلبوا ويخبطوا في السوق. وإنتي دنيا كنت عايزة تفتح لهم دراعاتك. اللي اسمه مجاهد هو وأولاد أخوه وكل عيلة منافع هتدفع الثمن مصانعهم.
أرض علوية وعهود اللي حطوا إيديهم عليها هتتاخد منهم تعويض عن عملتهم. ده غير 100 مليون هيقضوا بيهم بقية عمرهم في السجن. حلو، هو ده القرار السليم. خلينا نشتغل في السوق بنظافة بقى ورقي. أنا دنيا غازي هرجعهم حفيه، يا دوبك الخيش يستر جسمهم. The Quran. There is light under there, certain words. It has to be translated. Okay. في خطوط تحت بعض الكلمة عايزين نترجم ونعرف مغزاها. What is this? It's Andalusia and the Master Strike. This also has to be translated immediately. Okay. Okay. وأندلسه وطرب القاضية عايزين نترجم بعض أفكار كتاب ده بسرعة. يا دي المصيبة، يا دي الفضايح. غرقنا عم مجاهد، غرقنا كلنا. بس ده ظلم، قبضوا على ثروت وسيف اخوات السبعة، ذنبهم ايه؟ ذنبهم انهم من عيلة منافع. ايوه بس هما ما كانوش موافقين على في دماغ عمهم مجاهد. ولا حد كان يعرف ايه اللي في دماغه. وبعدين هو فين مجاهد دلوقتي؟ وفين سافر؟ سافر بعد ما عمل عملته. احنا مش ممكن نتحط في الصورة دي في الجرايد. احنا مش ارهابيين، لازم تشوفوا لكم حل. هندافع عن نفسنا ازاي؟ اللي حصل في مصنع دنيا غازي جريمة محدش يوافق عليها، لكن هي لو عايزة تنتقم تنتقم من اللي عملها، مش من عيلة منافع كلها. سواء العملة دي اتعملت او ما اتعملتش كانت دنيا غازي هتنتقم. انتوا لازم تتصلوا بعايش عشان يجي يطلع اخواتهم اللي هم فيه. امكي العايش لو جه مصر هيتقبض عليه. انتوا ما قرتوش اللي مكتوب في الجرايد، كاتبين ان الرأس المدبر هو عايش. الرأس المدبر مش امكي العايش، الرأس المدبر عم مجاهد. احنا لازم نقوم اكتر من محامي. ده بابا لسه خارج من السجن، يدخلوا تاني. ما هو المرة دي مع اخواته هيتونسوا. انتوا مش كنتوا دايما عاوزينهم متجمعين؟ اهو متجمعهم. انا مش هعمل عملية اللوز، انا هعمل عملية تشيل الخجل اللي جواي. انا خايفة على ماما علوية قوي، يا ترى هتقابل بابا في السجن؟ انا خايفة قوي لحسن ادخل السجن. لا لسه بدري عليك لما تخش السجن. اطمنوا يا اولاد، اطمنوا، هم بيحققوا معهم في النيابه واكيد هيخرجوهم. انما المشكله دلوقتي في اولادنا، في اولادنا ثروت وسيف، لان هم اتمسكوا جوه المصنع متلبسين. هو اللي زن على ودانهم. صدقوني كلموا عايش وهو هيبقى ماسك نفسه ويخرجهم الورطه. You're in big trouble, Mr. Aish. أنت في ورطة, Mr. Aish. لا, no. أنتوا أكيد فاهمين غلط. You must be misunderstanding. What we understand is that you have a connection to Al-Qaeda. الراجل ده قال لي بالعربي. فهمنا أنت صح, إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ تنظيم؟ أنا ماليش علاقة لا بتنظيم القاعدة ولا بالقمة حتى. القاعدة. I have nothing to do with Al-Qaeda or the top. You said in a telephone call, this is the Qaeda. أنت قلت في مكالمة تليفونية هي دي القاعدة. لا مش بقول لك دول فاهمين غلط، العالم دي فاهمه غلط. انا بقى فاهمك صح. انا قلت في التليفون هي دي القاعده مش الاستثناء. ده مثل شعبي بنقوله عندنا في مصر. ترجم قول لهم بالانجليزي. No, you misunderstand me. This is Al-Qaeda. Their rule, not their exception. A proverb said in Egypt. What's your relation with Osama bin Laden and Ayman Zawahiri? ايه علاقتي باسامه بن لادن وايمن الزواهري؟ ابوك اسود. سوري لا انا ماليش علاقه بيهم. علاقتي بيهم زي علاقتي بيكم، مفيش سابق معرفه. هما اتكلموا عني. The same as my knowledge of you. I have no previous knowledge. Why do you talk about me?
In your phone call, you spoke about Osama's operation, and also you spoke about Ayman. في المكالمة سألت عن عملية أسامة وتكلمت عن أيمن. أنا من الأول بقول إن في حاجة غلط، العالم دي فاهمة غلط، السو اللي جواكوا خلاكوا تفهموا غلط. بصراحة أنتوا تفكيركوا أوعى. هيترجم لهم سوى أوعى إزاي؟ بلاش لا سوى لا أوعى، لا هتعمل لي مشاكل. فهموهم إن أسامة وأيمن دول صغيرين، ولاد أختي. I talked about أسامة and أيمن, my nephews. You didn't mention in your phone call that they are your nephews. ما قلتش في التليفون انهم اولاد اختك. هقول كل شويه في التليفون هقول يا اولاد اختي يا اولاد اختي يا اولاد اختي. ثانيا انا كنت بكلم اختي امهم شخصيا. Why I have to say that? I actually talked to their mother, my sister in person. You said you were planning an operation here in America and needed money. انت قلت هتعمل عمليه كبيره هنا في امريكا ومحتاج فلوس. مظبوط شفت بقى هي دي جرحانة المصري. انا كايجيبشن بعترف فعلا كنت هعمل عملية كبيرة هنا في امريكا وفعلا هعملها. ده انتوا اساس الجراحة هنا في العالم. I said that in fact I may have a great operation here in United States. You are the professor of surgery. You didn't mean surgery. You meant another kind of operation. انت ما كنتش تقصد عملية جراحية. انت كنت تقصد عملية من نوع تاني. نوع تاني ازاي يعني؟ هي هعمل عملية شفط وانا في حاجة شفط. والله العظيم عملية جراحية. كتاب الله عملية جراحية. أنا بتعالج هنا عند دكتور. I swear that it's a surgical operation. I came here to receive a treatment at a doctor's clinic. What's his name and his address? الدكتور ده اسمه إيه وعنوانه فين؟ مش فاكر. اسم الدكتور وعنوانه كانوا في ورقة موجودة في الأوضة عندي في الأوتيل وأنتوا دخلتوا لميتوا كل حاجة ولميتوني أنا شخصيا من على السرير. His name I don't remember and his address was initiated in a hotel. You took everything. We didn't find anything in the room showing anything about doctors. احنا ما لقيناش حاجه زي دي. Do all those who come to America for medical treatment take so many detailed photos of so many different places? واللي جاي امريكا يتعالج ويعمل عمليه بيصور كل اماكن كل تفاصيلها؟ ايوه فيها ايه؟ دي مجرد صور للذكرى. So what the matter? These are photos for memories. It's gonna be a very painful memory for you, Mr. Aish. هتبقى ذكرى مؤلمة جدا بالنسبة لك مستر عايش. ليه وانا عملت ايه؟ انا مش فاهم حاجة. I am not understand. You speak English? You lie. You talked about the operation that Bin Laden have been done. And then you talked about the operation you want to do here in the States. انت بتكذب مستر عايش. انت كنت بتكلم عن عملية أسامة بن لادن اللي تمت. وبعدين تكلمت عن عملية يمكن تعملها هنا في امريكا. لا. مش مظبوط. لا دي عملية اللوز بتاعت أسامة بن أختي. اللوز هيشيل اللوزتين. You mean two bombs؟ ايه توصل لهم قنبلتين؟ انت هتوديني في داهية يا جدع انت. ده ما تترجم صح، ترجم لهم صح. انا قلت قنبلتين، لوزتين. Tonsils. You came here to be treated for what disease؟ انت جاي هنا تعالج من مرض ايه؟ دي حاجة تحرج بس انا مضطر اقول. انا اخدت حقن في مصر، حقن الاتش اتش، حقن امريكاني اللي بيدوها للحمار. This is embarrassing, but may Allah help us. I took HH injection that they give to the donkey. Donkey? You gonna pretend to be mad to cover your crime, Mr. Aish? انت هتعمل علينا مجنون عشان تغطي جريمتك يا مستر عايش؟ مجنون ايه؟ انا مش فاهم. وايه الجريمه اللي انا ارتكبتها؟ Mad. And what are the other crimes I've committed? Mr. Aish, you are a terrorist. استنى ما ترجمش، فهمها، احنا مش جاهلة. يس فعلا لو دي مريحاك مشيها. انا تورست فعلا، انا تورست، انا جاي هنا سياحة. تورست. No, you are a terrorist and you've been working with the Al-Qaeda network. لا انت ارهابي ومتصل بتنظيم القاعدة. يا نهار ابوك اسود. لا يا بلاك دي على دماغكو. No, I am not terrorist. No terrorist. لا انا مش ارهابي ولا لي علاقه بتنظيم القاعده. يبدو ان هناك خطا في الترجمه. تخرب بيتك هتوديني في داهيه. No, I'm not terrorist. I have no relation to the terrorist organization. It seems they're mistaken in the translation. Confess, Mr. Aish. We record your voice. We record everything. You are in touch with Al-Qaeda and in touch with Osama bin Laden and Ayman Zawahiri and you're planning a big operation here in the States. من مصلحتك أن تعترف مستر عايش.
لأننا مسجلين صوتك والتهمة مثبتة عليك. أنت على اتصال بتنظيم القاعدة وعلاقة مباشرة بأسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وتخطط عملية إرهابية في أمريكا. There are line under words in the Quran point to your fundamental. وفي خطوط تحت كلمات في القرآن تشير لتعصبك. الله يخرب بيتك يا ناكب. This is different than the one we quoted with you. وأندلس and the knockout. ده غير الكتاب اللي مسكناه معك. وأندلس ودرب القضية. لا ده مش كتابي. مش كتابي. ومش مسؤول عن المكتوب فيه. ده كتاب أخوي عرفان. الله يخرب بيتك عرفان. This is not my book. This is my book. This book is my brother, عرفان. وأندلس and the knockout. Of course, this knockout to America. وأندلس وضرب القاضية. طبعا ضرب القاضية لأمريكا. لا لا مش مظبوط. في خطأ في الترجمة. الله يخرب بيتك عرفان. ويقول لي خد الكتاب معاك هيفيدك قوي. No, the translation is wrong. May Allah destroy you, عرفان. He said to take the book. It will be beneficial for you. The book has a lot of ideas against the states. كتاب فيه أفكار كثير ضد أمريكا. لا لا في خطأ في الترجمة. No. I am not terrorist. I love America. أنا مش إرهابي. I love America. I love all American. You're a terrorist. And we're gonna get all the information we need from you in Guantanamo prison. لا أنت إرهابي مستر عايش. وحنعرف نتخرج منك كل المعلومات اللي عندك في سجن غوانتنامو. عبق الماضي وعبق الحاضر يمتزجان لتفوح منه رائحة ظلم الإنسان. عاد المواطن إلى وطنه، كلاهما جريح، وهو لا يدري من الذي سيداوي جراح الآخر. عاد بعد أن قضى عاما في سجن غوانتنامو بتهمة الإرهاب. دخله إنسانا بريئا وخرج منه بريئا، وقد فقد داخله الإنسان. هو كعشرات مثله أبرياء. فمن الذي يعيش الغيبوبة؟ هؤلاء الأبرياء أم الذين انتهكوا حقوقهم؟
Thank you.
مش عارف بقى الوطن هو اللي وصلني للحالة اللي أنا فيها ولا أنا وصلته للي هو فيه. ممكن أنهي فيلمك؟ عايز تسجل؟ اجهز يا روبرت. تعال تعال. صورتي دي بهديها لكل شعوب العالم عشان تعرف ان اللي اعلنوا الحرب على الارهاب هما بلا رحمة وبلا عدل وبلا انسانية. صورتي بهديها لكل عواصم العالم كي تنتبه للارهاب الاعظم ولا تخشى. صرت رسالة إلى كل عواصم العالم، إلى واشنطن، كينغستون، ولينغتون، إلى أوتوا، فانا، مكسيكو، سان سلفادور، سان خوزي، سانت دومينغو، مناجوا، إلى برازيليا، تيغو، سيغاليا، بوينس آيرس، كيتو، ليما، بنما، بوغوتا، كامبرا، غواتيمالا، كاراكاس، إلى لندن، باريس، برلين، إلى أوسلو، وارسو، أمستردام، إلى صوفيا، فيينا، أتينا، فالتا، تيرانا، روما، بروكسل، برن، براغ، مدريد، هلسنكي، كييف، بودابست، بوخارست، بلغراد، الفاتيكان، كوبنهاجن، لشبونة، ستوكهولم، إلى سراييفو، موناكو، لوكسمبورغ، إلى بيونغ يانغ، هونغ كونغ، بانكوك، إلى بكين، مانيلا، كابول، سيول، كوالالمبور، إلى جاكرتا، كولومبو، نيقوسيا، دكا، هانوي، دلهي، موسكو، طوكيو، أنقرة، طهران، سنغافورة، سيكون، رنغون، إسلام أباد، إلى الرياض، إلى بغداد، إلى صنعاء والمنامة وبوظبي ومسقط والدوحة، إلى الكويت ودمشق، بيروت، عمان والقدس، إلى القاهرة والخرطوم، تونس، الجزائر، الرباط، طرابلس، إلى مقديشي، جيبوتي، نواكشوط، إلى لواندا، ياوندي، هراري، مورافيا، داكار، كينشاسا، إلى أكرا، لوساكا، كيغالي، لومي، كامبالا، أديس أبابا، مبوتو، أبيدجان، نيروبي، كوناكري، إلى جوهانسبرغ.